السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أصدقاء مدينة. اليوم أصدقائي الكرام معنا هذا اللابتوب من نوع لونوفو ايدياباد 3. بمشكلة أصدقائي كما تلاحظون الشاشة مشتعلة، هي مشتعلة واللمبة هذه تومض، وهناك لا أعلم كنت انظروا هنا أصدقائي، انظروا انظروا في بعض الأحيان هناك سطر يظهر باللون الأبيض ويختفي، رأيتم؟ يعني هذا المشكل الموجود في الحاسوب. الحاسوب بعد ما تشغله يبقى يعمل هذه يعني يومض هكذا، وهناك سطر في الشاشة هنا واضح أصدقائي. حسن، سوف نفتح الحاسوب أصدقائي ونرى سبب هذا المشكل، انتظروني. قمنا بفتح الحاسوب. الآن أول شيء سوف أقوم ب يعني نزع البطارية وبطارية السيموس، واضح؟ حتى نرى من ممكن أن يكون مشكل في البيوس. كما تلاحظون يعني الحاسوب مازال يعني الآن هو يعمل على البطارية. اللمبة نفس الشيء. يعني أول شيء سوف ننزع بطارية السيموس، نزعناها وسوف ننزع البطارية أصدقائي. سوف أجلب يعني شيء أستطيع نزعها. أقرب الصورة. نحضر أصدقائي لأنه الحاسوب موصل الآن. واضح. حسن، الآن ننتظر قليلا حتى الحاسوب يفرغ الشحنة، واضح، ومن ثم سوف نوصل الشاحن فقط، يعني واضح بدون بطارية حتى نرى. كما تلاحظون ها هو ديزاين الحاسوب، لا أعلم كان به ليكويد دامج أم لا. واضح. هذا الـ SSD عبارة عن M2، وهي هو هناك يعني هذا اللصق الحراري، واضح. كما تلاحظون أصدقائي الحاسوب لم يفتح من قبل. هذه ستيكر مدام ليست يعني مقطوعة بأنه لم يفتحه أحد من قبل، هذا شيء جميل. الآن سوف نوصل أصدقائي نفتحه هكذا، نوصل الشاحن ونرى ونرى وصلنا الشاحن بدون لا بطارية ولا بطارية السيموس. أول ما وصلنا الشاحن نفس الشيء أصدقائي، لو تلاحظون هذه اللمبة تومض الآن، توقفت رجعت تومض. سوف ننتظر قليلا، ما زالت تومض أصدقائي. ما زالت حاسوب أصدقائي لقد اشتغل، يحمل الويندوز، واضح يحمل الويندوز. واضح أصدقائي الحاسوب يعني لكن لا أعلم، ما زالت أنظر أصدقائي، ما زالت هذه تومض.
ما زالت تومض. هل هناك مشكلة في البطارية؟ خلاص أصدقائي، سوف نقبل حاسوب هكذا، سوف نقيس البطارية. أنا حقيقة لم أبحث يعني إلى حد الساعة على سبب الومضان، يعني يجب أن أبحث يعني على لونوفو اي دي باد 3 ال اي دي الباور، يعني تومض، لكن سوف أقوم ببعض القياسات قبل أن أبحث وأراني ماذا تومض. ممكن أن أكتشفها لوحدي. سوف أقيس بطارية السيموس أول شيء، أريد أن أرى كم القيمة فيها. بطارية السيموس 3 فولت، جميل. الآن سوف أقيس هذه البطارية. هي من المفروض هذه البطارية من المفروض أصدقائي الليبل أينما توجد 7.6، واضح أصدقائي 7.6 فولت، 4610 ملي أمبير أور، واضح. سوف نقيسها نرى كم الفولت الموجود عليها. موجود عليها 6.20، 6.29، المفروض تكون 7.6، واضح أصدقائي واضح. حسن، الآن هو الشاحن موضوع، سأرى كم يوجد فولتية هنا. لا توجد أي فولتية. سوف نوصل البطارية ونرى، يمكن أن يكون هناك خلل في البطارية، لكن البطارية لقد اشتغل الحاسوب يعني بدون بطارية. أريد أن أقيس هنا كم، 7.13. انظر أصدقائي، سبعة فاصل ثمانية عشر، 19، 20، اعذروني، 23، 24، 25، 27. البطارية تشحن أصدقائي، البطارية في طور الشحن، مادام الفولت يرتفع 31، البطارية تشحن، البطارية سليمة، لا يوجد أي مشكل، لكن لماذا تلك اللمبة تومض أصدقائي؟ واضح؟ حقيقة أنا لا أعلم السبب. بطارية السيموس، رجعنا بطارية السيموس، نفتح الحاسوب مرة أخرى، ونرى، ها هو يعمل أصدقائي. حاسوب يعمل، لكن نفس الشيء يعني هي علامة الشحن موجودة، علامة الشحن واضح، لكن نفس الشيء. انظر أصدقائي إلى اللمبة، تشتعل وتنطفئ، لا أعلم لماذا السبب. حاسس أريد أن أجرب شيء، سوف أقفل الحاسوب. نقفله أصدقائي، سوف أقفله وأبحث على سبب يعني ذلك الـ LED يعني لماذا تومض. حسن أصدقائي الكرام، لقد قمت بالبحث، يعني تعمقت بالبحث، وجدت فورام، بحثت على يعني سبب وميل تلك اللمبة، في الحقيقة لم أجد يعني
لم أجد يعني جواب مقنع أو جواب يتوافق مع المشكل الذي لدي. والأكثرية متوجهين يعني للسيستم، يعني بأنه لديك مشكل في السيستم، وهناك من قال بأنني فرمت الحاسوب ونفس المشكل. ليس السيستم، لأنه هي اللمبة تنطفئ وتشتعل والحاسوب لا يشتغل. واضح أصدقائي؟ وفي بعض الأحيان يشتغل، لا لأنه صاحبه قال لي في بعض الأحيان يشتغل. واضح؟ يعني ليس مشكلة سيستم، واللمبة تنطفئ وتشتعل. واكتشفت شيء آخر أصدقائي، أنا يعني أبقيت عليه يعمل. بعد حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق دخل في وضعية يعني الأونفي، واضح، وضعية الخمول. من المفروض حاسوب عندما يدخل في وضعية الخمول أنزل على الكيبورد، واضح، سوف يشتعل، يعني الشاشة سوف تشتعل ويخرج من وضعية الخمول. لا يخرج صديقي هذا الحاسوب من وضعية الخمول، يجب أن تطفئه وتعيد تشغيله. واضح. حسن، الآن أنا سوف أقوم بإعادة تهيئة البيوس. واضح أصدقائي، سوف أريكم. لقد دخلت يعني، سوف أطفئ أضواء الـ LED هكذا أفضل أصدقائي حتى تستطيعون الرؤية معي. دخلت أصدقائي على الموقع الرسمي للونوفو. بطبيعة الحال قمت بعمل ديتكشن او ديتكت برودوي. واضح اصدقائي، قمت بعملها وقمت بتنصيب يعني او قمت بتحميل البيوس اخر يعني، هو اخر ابديت للبيوس. هو اصدقائي 2023 هذا آخر واحد قمت عمل داونلود، والآن سوف أقوم بإعادة تهيئة البيوس. هناك هو طريقتين، يا أن نستطيع أن نهيئه هكذا، ما دام الحاسوب اشتغل سوف أقوم بتهيئته من السيستم، لكن لو الحاسوب لم يشتغل بالتالي سوف نضطر لنزع الأي سي الفلاشة ونقوم بتهيئة يعني البيوس. لكن نحن قمت أنا اوريدي بتحميلها هاي، والان سوف اقوم بتهيئه اصدقائي البيوس. سوف نرى سمارت سكرين اكزيكوتي، ساقوم بعمل وي. هي هو بطبيعة الحال اصدقائي، من المستحسن يعني لو ستفعل هذه الطريقة، هو الموقع سوف يقول لك ادخل لي الرقم يعني السيريال نمبر، او من المستحسن افضل طريقة يعني والاسهل هو ان نقوم بتحميل. انت عندما تقوم بعمل ديتكت برودكت او ديتكسيون دو برودوي، ان تقوم بتنصيب، هو سوف يقول لك نصب اللونوفو بريدج. من افضل شيء ان تنصب اللونوفو بريدج، هو سوف يقوم بعمل بريدج ما بين الويب سايت والحاسوب، سوف يعرف الرقم التسلسل للحاسوب ويعرف كل خاصية الحاسوب، وهكذا انت الان تعمل في الامان. واضح اصدقائي، الان نحن في الامان في السليم يعني. حسن، نرجع سوف نقول accept next انستال، كليك انستال تو كونتيني، انستال فينيش. ننتظر اصدقائي. باتري از تو لو، بليز شارج يور باتري. رأيتم أصدقائي، يعني لا نستطيع الآن أن نقوم بتفليش البيوس أو عمل أبديت للبيوس لأنه الباتري إز تو لو.
please charge your battery to 30%. حسنا أصدقائي، سوف ننتظر حتى تشحن إلى 30%. كم الآن؟ 26%. سوف أنتظرها حتى تشحن إلى 30%، ومن ثم أعود أصدقائي. هو يعني كيف سأقول، حماية، لأنه أصدقائي بطبيعة الحال عندما تهيئة البيوس وتكون لديك مشكل في البطارية وينقطع الكهرباء، أوب، سوف تضطر، يعني نضطر كنحن كفنيين أستطيع أن أصلح هذا العطل. سوف أنزع الفلاشة وأقوم يعني بتفليشها، واضح؟ لكن كإنسان عادي ليس لدي البوكس للتفليش، سوف يعني بالنسبة لي هذا عطل قاتل، واضح؟ لذلك سوف أنتظر أنا البطارية، واضح أصدقائي، حتى تشحن إلى 30% أو 35%، ومن ثم هاي الآن 27%، ومن ثم سوف أرجع أصدقائي، انتظروا. حسنا أصدقائي، عدنا مرة أخرى، سوف نرى الشحن كم. 40%، جميل، تجاوزنا 30 ب10%. نضغط المرة الأخرى وي نيكست أكسبت نيكست انستال فينش. ننتظر الآن قليلا أصدقائي. بطبيعة الحال الآن هو يحذرني يعني بأني سوف أقوم بعمل يعني you are about to update your system firmware before continuing please save your work and close all other applications. واضح أنا يهمني الآن do not put the system into standby. حسنا لا يهم أصدقائي. أوكي عملنا اوكي الان. Please do not remove the AC power. كما تلاحظون هي 42% start BIOS خاصة أصدقائي. اكتملت الآن العملية كما تلاحظون، يعني بعد أن طفأ والشاشة ومضت حوالي 3 أو 4 مرات، ومن ثم بدأ بالتحميل. الآن فتح
الويندوز كالعادة ليسونس va bientôt expirer حصل ليهم الآن من المفروض حصل اللمبة أصدقائي إيه لم تعد تومض سوف أقوم بشيء ما سوف أطفئ الحاسوب أطفئه أصدقائي أغيتي أريتي نطفئه ننتظر حتى اللمبة تنطفئ واضح جميل اللمبة الآن انطفأت سوف نشغله ونرى واضح هل سوف يشتغل من المرة الأولى هل سوف تومض اللمبة أم لا سوف نرى اللمبة تومض واشتغل مباشرة بدون أي مشاكل وبسرعة أيضا أصدقائي بسرعة اشتغل بسرعة واضح من المفروض الآن لقد حللنا المشكلة أصدقائي أبديت للبيوس لقد حللنا المشكلة بقيت شيء آخر سوف أختبره وهو ال يعني الفي وعلى هذا المسج الفي سوف أدخل إلى الباور ها هي أصدقائي أنا لقد جعلتها جامي جامي يعني نيفر نيفر لأنه بطبيعة الحال عندما لأني يعني أردت عند التفليش لربما يدخل في وضعية الفي واضح لذلك سنواجه مشكل وضعتها على النيفر نيفر 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 واضح الآن سوف الفي سوف نضعها على 1 مينت حتى لا ننتظر كثيرا أصدقائي على البطارية وعلى السكتر 1 مينت 1 مينت الشاشة لا تهمنا انجستي الموديفيكاسيون الآن سوف نخرج من المفروض الآن أصدقائي بعد 1 مينت ها هي سوف انظروا كم الوقت ها هو بعد 1 مينت سوف الحاسوب يدخل في وضعية الفي واضح أصدقائي لن ألمس أي شيء حتى تلك الدقيقة يعني تمر ونراقبه بعد دخوله في وضعية الفي وكما تلاحظون هي اللمبة مشتعلة هي أصدقائي مشتعلة لا تقوم بعملية بلانكينج ننتظر قليلا حتى تمر الوان مينت ونرى هل عند الضغط على الأزرار سوف تعمل أم لا الكثيرون أصدقائي يواجهون هذا المشكل في اللونوفو اي دي باد 3 وحتى ماركات وحتى أيضا إصدارات أخرى من لونوفو يواجهون هذه المشكلة لديهم مشكلة هذه اللمبة تومض وأيضا عند الدخول في وضعية الخمول لا يخرج منها إلا إذا تضغط على زر الباور تطفئه دخل الآن في وضعية الخمول كما تلاحظون حتى اللمبة ها هي انظر إليها كيف أصبحت واضح الآن سوف أضغط على أي زر من الكيبورد وأرى هل واضح أصدقائي جميل جدا يعني تخلصنا واضح جميل جدا الحاسوب الآن أصبح ممتاز والمشكل هو كان خلل في البيوس وأريد تنويه قبل أن أغلق الفيديو أصدقائي ما دام الشركة المصنعة تنزل في أبيوس واضح يعني كما رأيتم هو 22 حسب ما أظن والموجود 45 يعني الشركة نزل التحديث لماذا تنزل في تحديث ما دام تنزل في تحديث يعني هناك خطأ لذلك أصدقائي الكرام من المفروض أن تحينوا دائما الحاسوب تحينوا درايفرات الحاسوب حتى تعمل بشكل جيد مع السيستم وأيضا البيوس البيوس أصدقائي من المفروض أيضا أن تحينوه ما دام الشركة نزلت تحديث فحين
واضح. حتى الهواتف أصدقائي، مادام لديك هاتف أندرويد وتأتيك تحديث حدث، لأنه هناك ثغرات أمنية سوف تغلق وحدث، لأنه ذلك التحديث سوف يقوم بتصليح بعض الأشياء أصدقائي، لأنه كما تعلمون الحاسوب هو عبارة على هاردوير وسوفتوير متصلين مع بعض يكملوا بعض. إذا هناك مشكل في السوفتوير، الهاردوير لن يعمل بشكل جيد، لذلك هم يقومون بتحديث السوفتوير حتى يكون متناسب مع الهاردوير. واضح، لأنك أنت لن تستطيع تبديل الهاردوير. واضح، السوفتوير هو الذي سوف نقوم بعمل موديفيكيشن فيه حتى يصبح متوافق مع الهاردوير. واضح أصدقائي، أتمنى يكون قد أفدتكم بهذه المعلومات البسيطة. شكرا أصدقائي لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء.